بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول تمرين جديد على رسم المنظور. التمرين ده بناء على طلب أحد إخواننا المتابعين لنا على قناة اليوتيوب. التمرين بكل بساطة عبارة عن إيه؟ عبارة عن قاعدة وليها ظهر من ورا، الظهر ده فيه فيلت من هنا، القاعدة دي محطوط عليها جزء هنا أهوت، الجزء ده فيه ثقب من هنا أهوت نص دايرة، وفي من الناحية دي حاجة زي عصب كده في الآخر، وفي فتحة في القاعدة. زي ما احنا متعودين نفكر دقيقه كده هنعمل ايه في رسم المنظور، هنبدا من ايه. فطبيعي احنا نبدا من هنا، نبدا نعمل الجزئيه دي ونكمل لحد هنا، ممكن بعد كده من هنا نخش نعمل الجزئيه دي ونطلع من هنا نكمل ونقفل الحته دي معانا، بعد كده ممكن ارجع هنا واعمل الجزئيه دي وارجع للعصب ده واوصل وابدا اشتغل عليه. تعالى ما نطبق الكلام ده واحده واحده. اقف هنا في المكان اللي انا عايز ابدا منه، وليكن هنا، واطلع كده بمقدار السمك الجزء ده اللي هو 16، وبعد كده امشي مايل كده بمقدار الحته دي برده 16، وانزل راسي وامشي مايل بزاويه 30، يبقى انا عملت الحته دي. بعد كده امشي مايل كده بمقدار الحته دي كلها 96، وسمك الجزء اللي ورا ده 16، يبقى همشي كده بمقدار 80، وامشي كده بمقدار 96 اللي هي الحته من هنا لهنا. بعد كده اطلع راسي واطلع راسي لحد فين؟ هتلاقي يقول لك قطر ده 30، نص قطر ده 30، وارتفاع الشكل كله 64، يبقى هتطلع كده هتطلع من هنا كده مقدار 34، وهتطلع هنا ده 16 ناقص ال 34، وتوقف على كده. بعد كده ترجع تعمل خط هنا ماي، هو ده مقدار قد ايه؟ هو ايه، لكن المسافه ما بين ده وما بين ده 8 مللي، فبالتالي دي كلها 16 وال 8 يبقى مقدار ده 8، يبقى امشي كده 8، وبعد كده امشي بمقدار العرض ده. العرض ده هتلاقيه كام؟ قايل لك ان ده 24 نص القطر ده، و8 يمين و8 شمال، يبقى 16 يبقى مقدار 40. اطلع كده راسي، اطلع كده راسي بمقدار كام؟ يعني امشي بمقدار ال 40 كده الاول، بعد كده اطلع راسي. اطلع راسي وقايل لك ان الارتفاع ده 32، كذلك هنا اطلع راسي في ارتفاع ال 32. بعد كده امشي مايل بمقدار الاثنين، بعد كده من هنا امشي مايل بمقدار 8 اصلا. دي 8 ودي 8. بعد كده اقف واعمل البيضاوي بتاعي اللي هو ده. شرحنا قبل كده طريقة عمل البيضاوي، ارجع ليها هتعرف التقصير عشان ما نكررش وناخد وقت طويل. هتعمل البيضاوي اللي هنا خلاص، طبعا هتقف تعمل السنتر لاين بتاعه وتعمل بيضاوي وتكمل. بعد كده هاجي من هنا امشي مايل، امشي مايل من هنا ومقدار كام؟ قايل لك ان الجزء كله 64، واحنا قلنا ان الحته دي 8، يبقى 64 ناقص 8 يبقى عندك 56، وكذلك هنا، كذلك ده هنا اهو. يبقى انا خلاص عملت دي، ناقص ايه؟ انقل الكيرف ده ورا، انقل الكيرف ده ورا هنا اهو، يبقى انا خلصت ده. بعد كده تعالى من هنا اطلع راسي، اطلع راسي مقدار كام؟ قايل لك ان دي 32، وقايل لك ان دي 16، اللي يبقى كده عندك 48، اطلع بقى بقيه ال 64 خلاص، وتعالى من هنا شد خط، شد خط لحد كام؟ قايل لك ان الجزء ده كله 64، وقايل لك ان نص القطر ده 30، يبقى هتمشي 34. وتحدد المركز بتاعك انك تنزل كده وليكن 30، تمشي كده وليكن 30، تقف تعمل الكيرف ده. شرحنا برضو طريقه عمل الربع البيضاوي، ارجع ليها عشان برضو ما نكترش ونعيد تاني في الوقت. وكذلك انقل المركز ده بزاويه 30، برضو شرحنا الكلام ده قبل كده، واعمل الكيرف، وتعالى شد الكيرف ده كده للاخر، الخط ده للاخر، واعمل الخط بتاعك ميل بزاويه 30. انت كده خلصت الحته اللي ورا، ناقص لك مين؟ ناقص لك الحته اللي تحت هنا دي. تعالى هتيجي من هنا تمشي بمقدار الجزء ده، الجزء ده اللي هتلاقيه عندك كام؟ لكن الجزء ده 20 خلاص، وتمشي كده مايل بمقدار نص القطر اللي هو 8، تعمل نص الدايره دي. بعد كده ترجع تاني مايل بزاويه 30 بمقدار ال 20، ترجع تكمل الجزء ده، انزل 16 واكمل لحد الاخر. لحد الاخر بقى عندك المسافه دي لك 20، بعد كده المسافه دي 12، تكمل لحد الاخر اللي هي كل الجسم ده كله كان 64. وما تنساش بقى الخط ده، ناس كتيرة بتنسى الخط ده، الخط ده اللي هو بتاع الفتحة وهي داخلة جوه. بعد كده وصلت للآخر هنا أهو، أعمل إيه؟ الجزء ده بدايته من هنا وصله هنا، وتعالى امشي هنا مسافة 12 اللي هو سمك العصب، وامشي مسافة هنا 12 سمك العصب ووصل. برضه شرحنا قبل كده في رسم المنظور إزاي تعمل الخطوط الغير أيزومتركية، الخط ده غير أيزومتري، لا رأسي ولا ميل بزاوية 30. بعد كده أجي من هنا امشي مايل بزاويه 30 لحد مين؟ اجي من هنا بقى امشي مايل بزاويه 30 كده لحد قبل نهايه الجسم 12،
لحد ما تقطع بقى مع الاثنين تقطع مع بعض. اقف هنا واشد الخط كده. يبقى انت كده خلصت كل حاجه. بننبه برضو على بعض الخطوط اللي ممكن تنساها، الخط ده والخط ده ممكن تنساه، وزي ما قلنا تعمل العصب ده ازاي وتكمل بقيه الشكل. بكده يكون بكل بساطه خلصنا طريقه رسم المنظور ده. نتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم، ما تنسوش تشوفوا بقيه الفيديوهات من البلاي ليست اللي تحت الفيديو، وتعملوا لايك وشير ليها وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. ولو في عندكم اي سؤال سيبوا لنا رابط الصوره بتاعه السؤال ده في التعليقات، وان شاء الله هنحلها في اقرب وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.